إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذه الحلقة الأولى من برنامج حوارات، وهذا البرنامج إن شاء الله يستمر معنا ويتناول مواضيع يعني تمس حياة المسلمين وواقعهم، وكذلك يتناول شخصيات لها أثر على واقع المسلمين اليوم وعلى الجماعات والفرق الإسلامية اليوم. وابتدار هذه الحلقات إن شاء الله سيكون اليوم مع الشيخ الأستاذ أبو بكر محمد أحمد آداب جزاه الله خيرا، واخترنا لأول حلقة من حلقات هذا البرنامج موضوع أو شخصية، وهي شخصية مؤثرة لها تاريخ في ضمن التاريخ الإسلامي ولها آثار معاصرة اليوم في الجماعات والطرق الموجودة في الواقع المعاصر، وهذه الشخصية هي شخصية الحسين بن منصور المعروف بالحلاج. فأول حاجة نرحب بالأستاذ والشيخ أبو بكر محمد أحمد آداب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أولا مرحب بك ومرحب بالإخوة المتابعين لبرنامج حوارات، ونأمل من الله سبحانه وتعالى ونرجو أن يكون برنامج حوارات برنامج هادف يكون فيه رسالة مفيدة وتصحيح لمعلومات وفيه نفع للمسلمين. أولا اليوم الحلقة الأولى اللي اخترته موضوع الحلاج. الحلاج هو الحسين بن منصور ابن محمي البيضاوي، ينسب إلى مدينة بيضاء وهي من بلاد فارس، وكذلك ينسب لأنه يتنقل يعني في الأول كان في بلاد فارس في منطقة البيضاء، بعد ذاك انتقل منها إلى منطقة تستر، وفي منطقة تستر صحب هناك سهل بن عبد الله التستري، هذا معروف من كبار علماء تابعي التابعين، فصحب فترة في تستر، بعد ذلك تاني انتقل منها إلى بغداد، سافر الهند، المهم اتنقل كثير. فهو الحسين بن منصور واشتهر بالحلاج لأنه عنده كان من الشعوذة بتاعته بيدعي أنه بيكشف ما في قلوب الناس، كأنه بفك الطلاسم في القلوب، فعشان كده سمي بالحلاج، يعني كناية عن أنه بفك الأشياء الغامضة في نفوس الناس، وده نوع من أنواع الشعوذة والسحر بتاعه زي ما هنعرف إن شاء الله لقدام. طيب فإذا الحلاج المعروف عند الناس إنه الحلج ده بالقطن، الحلج كأنه شغل بتاع فرتقة كده، وإنك بتغزي الحاجة أو بتفرتق الأشياء الغامضة والأشياء الدقيقة. الحسين بن منصور الحلاج هو عاش في أواخر المية الثالثة، يعني من سنة 244 لحد ما شنق وأعدم في 309، وكتبت عنه كتب التاريخ كلام كثير جدا. طبعا عشان نحن الأسئلة بتاعتنا والبرنامج بتاعنا حول هذه الشخصيات ومن ضمن الحلاج ما يكون روتينية يا شيخ، فنحن السؤال ذاته يعني يكون فيه توجيه. طيب الحلاج نحن تكلمنا عن نشأة وسع وميلاده،
العوامل اللي ساهمت في تربيته ونشأته شنو؟ لأنه نحن عارفين إنه أي زول إذا كان عالم، عالم هدى أو عالم ضلال، في عوامل في نشأته، في النشأة بتاعته وفي تربيته ساهمت في اتجاهه لقدام. فده نعرف الحلاج اللي خلاه يتجه نحو اتجاهاته دي شنو؟ من عوامل التنشئة والتربية. طيب الحلاج حقيقة هو مر بمراحل في حياته، والمراحل دي بعضها أثر في تكوين شخصية الحلاج والأثر بتاع الموجود الآن في 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 الواقع المعاصر، واقع الجماعات. أول الحلاج لما ظهر في الأول كان ينتهج النهج الصوفي، نهج الزهد والتقلل من الدنيا وإلى آخره، كبداية كثير من الصوفية القدامى كانوا في اتجاه الزهد وفي الدنيا وكذا. فهو استمر على هذا فترة من الزمن، ولكن بعد ذاك في شخصية الحلاج في نفسه هو شخصية ماكرة، بخلاف ما مشاع عنه في الوسائل الإعلام والمسلسلات اللي بيعملوها والتدليس التاريخ الموجود ده. هو شخصية ماكرة وشخصية محبة للدنيا، حتى قالوا كان بصاحب أولاد الأمراء والناس أصحاب الطبقات العالية وكده. فدي ساهمت، يعني شخصيته الأساسية ساهمت في تكوين الاتجاه بتاع الحلاج كله. بعد ذاك بقى يميل لأمور المكر، أمور الاحتيال، أمور التصنع، ومن التصوف بعد ذاك بدأ ينتقل إلى نوع من أنواع التصوف. مش أنا بقول طلع منه، لا هو ما طلع من التصوف، ولكن انتقل من التصوف الزهدي العام اللي هو محبوب لكثير من الناس إلى التصوف اللي فيه الزندقة والفرقة اللي بتسمى بالباطنية، ويعني اللي هي نوع من أنواع النفاق، وأصلا بمرحلة من مراحل الفلسفة النصرانية. فهو انتقل لها، وبعد ذلك بدأ في برنامج بتاع السحير. فالشيء اللي ساهم في تكوين الحلاج ذاته، اللي ساهم في تكوينه شخصيته في ذاته، شخصية ماكرة محتالة وزول بتاع يعني بتاع شهوات. طيب بعض الكتاب والمؤرخين بيقولوا الحلاج يعني اصول الفارسية السرد عليه على منهج وافكار. صحيح الكلام ده مذكور، ده ذكره ابن كثير في البداية والنهاية مال للكلام ده. وبعض المؤرخين ذكروا انه الحلاج اخذ من جده اللي اسمه محمد، جده ده فارسي، حتى لما مشى الهند هناك عند الهنود قال ماشي لسببين. السبب الاول قال الدعوة الى الله، والسبب الثاني قال تعلم السحر. وانا ما عارف لما تعلم السحر للدعوة الى الله شو. فمشى الهند يتعلم السحر، واصلا جذبته اصول الفارسية، لانه ديلك ناس عبدة النار ومشركين، فدار يمزج بين الدين الاسلامي وبين السحر وبين الشعوذة والدجل. فالكلام اللي بيقولوا انه عنده يعني تأثر باصول الفارسية كلام صحيح، كلام صحيح. يبقى يا شيخ من خلال كلامك زي انه الحلاج ده زول عنده دجل وسحر وشعوذة وغيره، فياريت تدينا امثلة من كتبه او افكاره تكون من كتبه ومن مؤلفاته، عشان يبقى النقدي يعني صايب. طيب الحلاج كتبت عنه كثير من كتب التاريخ، الناس ممكن تراجع مثلا تاريخ البداية والنهاية لابن كثير، سير أعلام النبلاء للذهبي، كتب عنه الخطيب البغدادي، وكتبت عنه أغلب كتب التاريخ، لأنه حقيقة مع شعوذته ومع دجله كان له تأثير وخدع كثير من الناس. فالرجل صاحب مكر واحتيال غريب جدا، ومن أغرب يعني الحكايات اللي نقلوها المؤرخون في المكر والاحتيال بتاعه، قالوا رسل واحد من تلاميذه لمنطقة معينة، شوف الخطة ذاتها وحياكة الخطة كيف وكيف نصب على الناس دي. قام رسل تلميذه ده وقال له يا أخي تتمشي للمنطقة دي وتمثل فيها إنك أعمى، ولحد ما تغني ناس الحلة كلهم إنك أنت أعمى، ويسوقوك للمسجد سواقة يقودوك. وبعد فترة الرجل الأعمى ده يعني قام صح الصباح قال لناس الحلة يا أخي أنا رأيت رؤيا في النوم إنه جاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي يا أخي أنت علاجك عند رجل قطب كبير جدا،
والقطب ده أوصافه كذا وكذا وكذا، أداهم أوصاف الحلاج. بعد فترة من الزمن يعني عشان الحكاية تمشي بصورة منمقة، الحلاج قام نزل عندهم في المسجد و يلا وداك أعمى. شوف يعني الحياكة المؤامرة كيف الأعمى ممثل أعمى وما في زول اكتشفه أصلا، لحد ما الحلاج نزل بعد ذلك قام قال لهم يا أخي نسرح اللي بيقول تكلم حقه ولا والله يا الأوصاف اللي أنت ذكرتها هذه زول قاعد في الجامعة، نفس الأوصاف اللي ذكرتها أو الغطب، قال لهم بس دي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أنا شفائي حيكون على يد الرجل ده. طوالي مشى وقابله في المسجد، فالحلاج أول ما قابله مشى بعيد وادعي إنه بيدعو وبيذكر الله وكده. أول ما جاء راجع طوالي قال مسك موية كده وبصغ عليها وجعلها في عيونه، خلاص الرجل فتح والحلة كلها بقت تهلل وتكبر ويسبح الله وعظم الحلاج تعظيم كبير جدا، بقى عندهم ولي ورقم. عدى زمن معاهم شوية وارتحل، لما جاء راحل اجتمعوا الأمراء والأعيان والناس الكبار وقالوا لابد احنا جعلنا هدية كبيرة جدا للرجل الصالح اللي كان معنا هنا ده. فلما ندوا للحلاج الحلاج قال لهم أنا ما باخذها، انا قال لهم رجل زاهد في الدنيا وكده ما باخذ اي شيء، قال لهم ادوني زول الاعمى ده. ودي المؤامره. اول بعد ايام الاعمى شال القروش ومشى قسمه هو الحلاج. فدي من الحيل بتاعته والمؤامرات. يلا نفس الحيله دي، دي برضو بتدينا انه كثير من الليله الناس اللي عاملين فيها صالحين وشيوخ وغيرهم بيستخدموا نفس الحيله، نفس المؤامرات، نفس الشغل ده نفسي. واحيانا كمان تصدف انه ربنا سبحانه وتعالى يقدر على ذول حاجه معينه. صحيح. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء، تصدف كلمه واحده بتاعت حق الدجال بيكون شغال باب ياكل اموال الناس سنين طويله جدا. فهو يعني بنفس الطريقه دي كان قالوا بيطلع زي ما ذكر الذهبي في السير، قالوا يطلع للخلاء يقول لتلاميذه دعونا اليوم يعني في رحله ونسها في الله، يطلعوا برا. بعد ذلك بيقوم بيرسل واحد من تلاميذه قدامه يقول له تدفن العنب في المحل الفلاني وتدفن الفالوذج ولا والدجاج الحار، يعني يسخنوه كده مدفى ويقفلوه في اواني ويقول له تدفنه في الحته الفلانيه. اول ما يصلوا المكان ذاك الحلاج بيعمل فيها هو ذاكر وعابد لله كويس. لما يصلوا المحل المعين التلميذ الدفن قبل ذاك طوالي بيقوم بيقول يا امام إني أشتهي حلوى. طوال الإمام قال ويرفع يديه ويتصنع بالدعاء يدعو ويذكر، طوال يقول له احفر هذا المكان وتلميذه عارف المحل. صحيح. يحفروه يطلعوه. فبعدك الناس اتخدعت به. صحيح. والناس اتغشت وألفت فيه الروايات والحكايات. صحيح. والناس طلعته هو لصالح. ودين احنا طبعا بناخذ الكلام الشيخ ده ونوجه رسالة للمسلمين إنه ما يزول يعني بتصهر منه هذه الاشياء، يعني شغل بتاع الكرامات ده زي ما حكى الشيخ، دي كلها يعني قد تكون كلها من باب الخديعه والمكر والتخطيط، يعني الحلاق ده بخطط الان. ايوه زي الشغل بتاع المسيح الدجال. أيوة. هم حيجي يخدع الناس باشياء زي دي وان كانت حقت المسيح الدجال حقيقيه، لكن دي نوع من المؤامره. نعم. والذكاء والحيله، يعني ده شغل لو تتذكر زمان في المدارس يجيبوا لنا الحاول. الحاول صحيح. شغل الحاوي ده يجي يقول لك خلاص انا الولد ده حجيبه واكله البيضه، بعد ما ياكله يقول لي بيضه ثاني. بيضه كيف؟ صحيح. هو شغل بتاع حيله يعني. صحيح. يكون خاطيها في الكون بتاع قميصه كده ويقوم يطلع عليه صحيح. فبالطريقه دي يعني. نعم. الناس يعني تتفطن من الاشياء دي، والناس تعرف انه الدين ده في النهايه مربوط بالقران والسنه، ما هو مربوط بالحاجات اللي بتظهر ولا والشغل. وتعرف منها ذاته سهوله خداع المجتمعات. لاحظ المجتمعات دي بتخدع كيف؟ الآن الحلاج ده خدعة تاريخية تستمر من سنة 244 لحد الليلة 1441. الخدعة التاريخية دي تمشي على الناس، وكل ما يمشي الزمان تتسع دائرة الخدعة وتكرار لنفس أيوة نفس السيناريوهات، ويظهر حلاج تاني وبرضه يخدع الناس. عشان كده سبحان الله أنت لما تقرأ في السيرة مثلاً قصة الدجال وإنه الدجال مكتوب بين عينيه وكافر وما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال، أنت بتستغرب تقول يا أخوانا معقول الدجال ده بير أوصاف دي كلها بغش الناس؟ لكن تلقى زي الحلاج ده غش الناس وليل ليلة، بل كل ما يمشي الزمن في حلاج، كل مرة في حلاج جديد. يلا طبعا الحلاج زي ما ذكرتها أعدم
في عام 1309 هجرية. لكن الليلة بنلاحظ وخلال التاريخ في ناس بيبرروا للحلاج وبيدافعوا عن الحلاج. من ضمن الأشياء يعني بيدافعوا بيها عن الحلاج يقول لك الإعدام بتاعه سياسي، ودي الليلة كثيرة مش الحلاج برا وغيره كثير من الناس اللي وعدهم يقوموا يربطوها بالسياسة ويعملوا غباشة للناس. طيب دي نوع من أنواع المكر يا أحمد حافظ، أنا بعتبره نوع من أنواع المكر، لأنهم دارين يستسهلوا الموضوع والخطر من أجله أعدم الحلاج. وفي الإجابة على النقطة دي أنا داير أرجعك لحاجتين. الحاجة الأولى، أولا مسألة يعني تحريف أمر الحلاج والتسهيل والتبرير له، ده قديم. أول من بدأ به أبو حامد الغزالي، صحيح، صاحب إحياء علوم الدين. وأبو حامد الغزالي وإن كان تاب من كثير من الأشياء في آخر حياته رحمه الله، ولكن وضع في كتبه كإحياء علوم الدين وغيره من الكتاب كواشف الأنوار وغيره، وضع أشياء خطرة جدا. وهذا الكتاب حتى الآن موجود باعتباره مرجع إسلامي، صحيح. كتاب إحياء علوم الدين، والكتاب ده خطر. الإمام الذهبي قال عنه إماتة علوم الدين. فأبو حامد الغزالي أول من بدأ التبرير للحلاج، والأشياء اللي أخذوه عليه والمنكرات بدأ يستسهل منها ويهون من أمرها، لحد ما جاء في سنة 630 قبل كم وثلاثين ابن الفارض وابن ابن عربي اللي هو محي الدين ابن عربي الكبريت الأحمر، دي طبعا كلهم متصوفة، والحلاج ده باعتباره زعيم من زعماء المتصوفة القدام، ديل بدوا يدافعوا عنهم. المشكلة جات وين؟ المشكلة جات لما جاء السيوطي وبقى بيدافع عن ابن عربي. والسيوطي معروف يعني عنده كتب في السنة ورجل عنده علم معروف، ولكن زلة السيوطي في الدفاع عن ابن عربي كلفت المجتمع الإسلامي تكاليف ما سهلة. الحلاج ده كان في الأول يعني اتبرأوا منه، حتى الصوفية، صحيح. الذهبي جاء في سير على من نبلة، وابن كثير في البداية والنهاية، والخطيب البغدادي قالوا إنه كثير من الصوفية في العهد الأول لما أعدم الحلاج كانوا ضد وأنكروا ما عليه الحلاج. لكن شوف تبرير أبو حامد الغزالي بيجاي تبرير السيوطي لابن عربي، شفت النقطتين ديل كان من النقاط السوداء في التاريخ اللي خلت الناس تغير صورة الحلاج من صورة بتاع الدجال ومشعوذ ومخارق إلى صورة بتاع رجل صالح، لحد ما الناس اللي بقت تعمل مسلسلات في الدفاع عن الحلاج. نبي نغير النقطة دي، لكن ده الشيخ برضو بيديني نقطة إنه المشكلة يعني الآن غير علماء الضلال في البلمع علماء الضلال. يلا قبال دي يا حمد حافظ، في نقطة أنا نسيتها، النقطة الثانية اللي هي مسألة إنه الإعدام ده بيقول لك إعدام سياسي. إعدام سياسي صحيح. يقول لك الإعدام إعدام سياسي. ليه إعدام سياسي؟ هل كان الحلاج بنادي بفكر معين خارج على الحاكم؟ الإجابة لا. لما نصر يعني الأسباب الحقيقية في إعدام الحلاج بتلقى إنه أسباب دينية محضة، لكن هم بيقولوا لك كده عشان أنت تاني ما تتعصب لأي مسألة دينية ولا تدافع عن الدين، بيقول لك لا ده شغل سياسي. لا ما سياسي، الحلاج أولا لقوا عنده رسالة في البيت مرسلة لواحد من تلاميذه، وده تلميذ غريب جدا، حتى قالوا محتفظ بحاجات من الحلاج، قال دي من بركته، شغل من بول الحلاج اكرمك الله، ومن العزرة ومن غيره دي محتفظ بها، قال ده رجل مبارك. ومنها رسالة مكتوب فيها من الله العزيز الحكيم، من الله خير العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان، الشرطة ضبطت عنده بقيادة الوزير انا ذاك كان اسمه حامد بن العباس، فضبط عنده قال له يا اخي انت العزيز الحكيم، قال له نعم وهذا خطي. وبعد ذاك طلعت منه أشياء، القول بيحدث الوجود، القول بأنه هو الله، والقول أنه الله يحل في المخلوقات إلى آخره من الأباطيل والضلالات، ادعاء النبوة وادعاء أنه هو الله كويس، وادعاء أنه ممكن أنت تحج في البيت، قال تعمل لك غرفة والغرفة دي ما تكون فيها أي نجاسة ولا لوث ولا كده، ولما يجي وقت الحج أنت قال تطوف في الغرفة دي وتسبح الغرابين وتكرم الفقراء وكده، قال تحج في البيت.
أشياء غريبة جدا. يلا كل الأشياء دي هل إحنا ممكن نعتبرها أشياء دي أشياء سياسية؟ سياسية صحيح. دي ما أشياء سياسية، دي أشياء حقيقية. أشياء صدرت عنه الأشياء دي كله إنه صالح وإنه بعد صالح. بعد زور صالح. فهذه مشكلة كبيرة. ده ما في أشياء برضو تزوير للتاريخ وتشويه للتاريخ. نعم. تزوير التاريخ ده ما مقصود. كون الأعلام الحقيقية والقدوات الحقيقية للأمة الإسلامية تتصور بأنها كانت تطمس. أيوة. كانت وصمة عار. نعم. ويشوه صورة معاوية بن أبي سفيان وتشويه صورة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم. ديل تشوهوا. في نفس الوقت ترفع ويعني تبرز رموز جديدة للأمة الإسلامية هي عبارة عن زنادقة وملاحدة. وتسوسين في الأمة الإسلامية. أيوة. يقول لك ابن عربي الكبريت الأحمر. صحيح. والحلاج الإمام الأكبر. الإمام الأكبر وتاج العارفين. صح. والعارف بالله وإلى آخره. طبعا قبل تكلمت عن الغزالي وتبريره ليه للحلاج. من ضمن التبرير أنا وجدت الكلام للغزالي في معناه بيقول يبرر للحلاج يقول ده من باب الشطح والفناء. عبارات نحو العبارات دي واللا وعي والفناء في الله. يعني برر لعباراته بتاعت أنا الله ومن الرحمن الرحيم لعبد فلان فلان. برر بالمعاني دي الشطح واللاوعي والفناء في الله والأشياء دي. فنحن نعرف الأشياء دي موضوع وين في الشرع الإسلام. دي كلها جاية من الفكر الصوفي. عبارة الشطح والفناء وغيرها من التبريرات هم دار يبرروا بها شنو؟ يبرروا بها أقوال كفرية لزنادقة وسحرة زي دي. ده زو الساحر بتقرب إلى الشياطين بالكفر. لكن عشان يخدعوك أنت إنه الرجل ده رجل صالح لابد يديك تبريرات يقول لك يا أخي القول ده من باب الشطح. طيب الشطح ده شنو؟ الشطح يقول لك يا أخي الإنسان يقول كلمة ظاهرة الكفر ما واعي لكن هو في مرحلة بتاعت غياب غياب ومرحلة بتاعت فناء. صحيح. طيب لو سلمنا جدلا إنه الشطح ده بيعتبر عذر للإنسان عذر. نعم. زي بتاع لو سلمنا وين كانت يعني بتختلف الصورة بتاعت الرجل اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم. في قال في حالة يعني شدة فرح. الفرح. نعم. طيب هل نحن بنعتبره اعتذار ولا الأشياء دي نحن بنعتبرها كرامات يرتفع بها الإنسان عند الله؟ مفترض هم يقولوا والله الكلام اللي قاله الحلاج ده كفر وده كلام شنيع وكلام قبيح وكلام بودي النار. ربنا قال ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. طيب ربنا قال نجزيه جهنم انت تقول لي لا نجزيه بها والجنة؟ ما ممكن دي تبقى هيز في حد ذاته منقبة. الأشياء القبيحة دي تبقى منقبة تبقيك ورجل صالح. صحيح. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أخطأ. قال أخطأ. صحيح. ما قال إنه هو رجل صالح ودي أشياء تاني زول يقولها. طيب سلمنا جدلا إنه الأشياء دي يعني أخطأ من شدة الفرح أخطأ. طيب يا أخي أنت تجي تكتبها في الكتب وتنشرها في المؤلفات وتجعلها من كرامات الأولياء ومن أحوال العارفين بالله. دي ما أحوال، دي أحوال بتاع الشياطين. مفترض أنت تقول يا أخي حتى ولو التمس له العذر تقول وكانت عنده منكرات وأباطيل وأشياء لا يرضاها الله ولا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، عندهم أشياء منكرة زي دي، وتقول يا أخي لكن ده والله بس زلت لسان مجنون غايب فكت منه مجنون مزول غايب. عشان كده ابن تيمية لما تكلم عن الشطح قال إذا غاب عقل الإنسان بسبب غير محرم. شوف أداه ضوابط كيف. نعم. إذا غاب عقل الإنسان بسبب غير محرم زول مخدر، غاب وعيه نتيجة مرض كويس، غاب وعيه نتيجة فرح شديد صدمة. أو صدمة نفسية أو إلى آخره. لكن ده لا يمكن يكون في الأحوال الطبيعية. طيب إذا كانت في الأحوال الطبيعية ودي أحوال العارفين، طيب نحن اللي بيمنعنا شو كلنا نعمله؟ صحيح. وهل ربنا بيخاطب وكلف العاقلين ولا الغايبين؟ أيوة. ما ممكن ما ممكن إذا كانت دي أحوال العارفين طيب خلاص بعد ما فايزوا نعمل أي حاجة. صحيح. ينكر عليه اعمل ايش اللي بيسكر اللي بيزني اللي بيشرب الخمر اللي بيعمل اي حاجة خلاص الناس تخليه يقول لك ده في حال الشطح. وبعدين ليه بيشطحوا براهم نحن برضو ما ممكن نشطح؟ الليلة الصوفية نحن لو قلنا اي كلمة هم بيشوفوها منكر يقوموا علينا طوالي الوهابية قالوا والوهابية سووا وديل كده. طيب ليه نحن ما بنشطح ماله؟ صحيح. كله شطح. انتوا تقولوا حاجة منكر شطح مو عندكم نحن برضو بنشطح. يبقى اذا ما في دين. ولذلك مسألة الشطح دي من التبريرات التي أدخلها
يعني أعداء الإسلام لتفكيك الدين الإسلامي. صحيح. ابقى بعد ذاك تاني لا في حلال لا في حرام لا في ثوابت الإسلام لا في منكر ينكر لا في أمر بالمعروف لا في شيء. صحيح. ابقى الاعتذار شطحته. لو جابك القاضي الآن في أي قضية من القضايا بتاع السرقة ممكن أقول القاضي شطحته أنا. صحيح. وبكون ما هو أخذ ما في معاصي ما في كفر الإسلام ما عنده حد ما في ما في مرقة ما في دخل ما في لا في مرقة لا دخل حتى حقوق الناس بتضيع. صحيح. من باب الشطح. صحيح. حقوق الناس بتضيع. صحيح. لو جاء زور الشطح قدامي ده وديته كف يقول لي ليه اديتني كف؟ شطحت. اقول لي انا شطحت. شطحت. تبقى الحكايه فوضى. تبقى فوضى الحكايه كلها. ايضا الشيخ من يعني بعض الاشياء الرائجه في الاعتذار الحلاج ودي برضه البرعي بيقول في بعض قصائده عبد الرحيم البرعي السوداني على معبودكم قدمي وضعته. فبقولوا الحلاج قاصد انه معبودهم الاجمال والذهب والفضة. وبقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدرهم وتعيس عبد الدينار. فلما قال البرعي مدحه يا له من عاره كاسي أي لأنه قال على معبودكم قدم يعني على أموالكم والذهب والفضة. الاعتذار ده ممكن نقبله إذا كان الرجل سليم السيرة ناصع السيرة ما عنده أشياء تانية قاعد يقولها. لكن لما الكلمة دي ذاتها أنت تجمع لي بقية أقوال الحلاج. صحيح. يقول أنا الحق والحق أنا. ويقول عن ربنا سبحانه وتعالى يقول ويحمدني وأحمده ويشكرني وأشكره سبحاني سبحاني ما أعظم شأني. ويعني بنته بتقول لزوجته ولده بتقول لا أسجد له. قامت زوجته استغربت قالت لها وكيف يسجد لغير الله. قام هو نطلع طوالي قال لها إله في الأرض وإله في السماء. طيب ها اللي جاء أول ليدي نعم. إذا قالوا عبد الدرهم وعبد الدينار خلاص قل لهم سلمنا جدلا معكم التبرير ده مشى. تعالوا أول ليدي صحيح. الرسالة بتاعته من الله العزيز الحكيم إلى فلان ابن فلان نعم. دي تعالوا أولوها. صحيح. فاذا انت لما تجمع كلامه ده لبقيه اقواله بتلقى انه الراجل ده اصلا هو مطمص. نعم. دي زي التبرير بتاعه لعبد الرحيم البرعي لما قال في البيت بتاعه شنو اذكر الهك يود. يود. ها بوريك طبك اذكر الهك يود. طوالي جاء واحد كده عامل فهم متفلسف وداري يدافع عنه وخلاص كانه دي مشكله البرعي. بس مشكلته الوحيده دي. نعم صحيح. واذكر الهك يود قال دي بلغه السودانيين وهلنا في في في, في شمال كردفان يعني. انه اذكر الهك يود معناه اذكر طوالي. نعم. سلمنا معاك جدلا انه ده صحيح. تعال شوف باقي البلاوي باقي المشاكل بتاعته باقي اقواله في بلاوي ومشاكل ثانيه. فالتبرير ده ما بيمشي علينا اصلا. صحيح. لانه زول عنده اشياء ثانيه. صحيح. يبقى نحن عرفنا الحلاج ومنهجه والاتحاد وحرص الوجود وانه ادعى هو الله سبحانه وتعالى. لكن يا شيخ ممكن نحن نعمم ونلزم الصوفيه اليوم بشغل الحلاج؟ طيب الصوفيه اليوم يعني بيختلفوا من الاوائل. كانوا اوائل وادعوا الزهد في العهد الاول كانوا بينكروا الاشياء دي. فنحن الان ولا بنتعب نفسنا معاهم نقول لهم انتوا رايكم شنو في الفكر بتاعه ده ورايهم نحن بنقدر نستخلصه من المؤلفات حقته. خذ نموذج عبد الرحيم البرعي الكتاب بتاعه بتاع رياض الجنة ونور الدجنة بيتكلم فيه. الكلام ده كان أيام نميري لما أعدم محمود محمد طه. نعم. وكأنه بينهما تناغم لأنه الحادثة بتاعته كانت أشبه بإعدام الحلاج. صحيح. كانت الحادثة شبيهة بها جيني شاء. فهو يلا داير يدافع عنه. فقام قال سفكوا دماء الأبرياء ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج. بقى بيدافع عنه قال غابوا يعني ده نوع من التبرير اللي هو مثلا قلناه قبل. قال غابوا ففاهوا بشيء في سرائرهم يدق عن فهم ذي علم بكراسي قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته. دي مقولة الحلاج اللي هي الكفرية. نعم. شوف البرعي تعليقه عليها يا قال يا له من عارف كاسي. لو قال يا له من كافر كبير ما ليش احنا كان نقول البرعي مرق من دي من النقطه دي مرق بدايه الابيات بيقول دم الابرياء. ايوه دم الابرياء. نعم. انه الحلاج بريء. نعم.
وإنه ده المجرمين كالمجرمين الأوائل الذين قتلوا الحلاج، ده المجرمين الذين قتلوا محمود محمد طه. كويس، فيبقى هم يحاكموا بأنه الفكر حقهم هو. بل الآن الطرق الصوفية المعاصرة اليوم ما منها طريقة إلا وهي تتبنى عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد تحت الحلاج. كل الطرق، إذا مسكت الطريقة القادرية كتاب الفيضات الربانية، إذا مسكت السمانية، أديك مثال في كتاب الفيضات الربانية بتاع القادرية، بيقول أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري. لاحظ، أنا الذاكر ده مزول بيذكر ربنا. نعم. طيب المذكور دي شنو؟ المذكور هو الله سبحانه وتعالى. أيوة نعم. المذكور هو الله. نعم. أنا العاشق المعشوق، أنا السامع المسموع، أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ طريقتي. فده نموذج على إنه هو نعم هو الله سبحانه. يعتقدوا بعقيدة الحلول إنه الله حل فيه. فدي القضية. الآن الطرق الصوفية لما نرجع لكتبها لمصنفاتها لمؤلفات لأقوال المشايخ بتاعنا، بنلقى إنهم هم بتبنوا طريقة الحلاج، وبالتالي هم يحاسبوا بهم، هو جزء منهم ودافع عنه الآن. طيب، يبقى عقيدة الاتحاد على الوجود موجودة الآن في كتب الصوفية ومؤلفات الصوفية، موجودة متوفرة. يعني لو كان الحلقة متسعة وفي متسع من الزمن كان نسرد كثير من الأقوال عنه. وده مثال كتاب الطريق القادرية، والطريق القادرية دي يعني بيمرق منها كثير من كثير من بتوسع العراكية والكده كدباس وشنو وشازلية. الشيء قبل انت ذكرتها، قلت انه الحلاج انتقل من التصوف الزهدي الى تصوف الزندقة. فهل في تصوفين؟ في تصوف كويس زهدي وفي تصوف كعب بتاع زندقة. هو ممكن تقول هي مراحل، يعني ما بتقول هو في تصوفين الآن موجودات، لكن هي مراحل لتطور الفكر ده ذاته. زي مثلا الفكر بتاع الرافضة لما بدأ، ما بدأ طوال بتكفير الصحابة، لا أبدا. فكر الرافضة بدأ في الأول بالغلو في علي رضي الله عنه وتعظيمه والغمز والطعن في بقية الخلفاء وكذا. بدأ بالطريقة دي لحد ما وصل للنتيجة بتاعته الأخيرة. التصوف كذلك بدأ بهذه الطريقة، بدأ في الأول الزهد، ناس الجنيد أبو محمد الجنيد، وبالمناسبة هو من المنكرين على الحلاج لأنه عاصر، هو أنكر على الحلاج، والحلاج بعد ذلك ثاني تكلم في الجنيد. فالأوائل اللي بدوا من الناس اللي كان عندهم تصوف، سهل بن عبد الله التسري، أبو محمد الجنيد غيرهم، ديل كان عندهم نوع من الزهد وشيء من البدع، أنكروا عليهم الفقهاء آنذاك، لكن ما وصلت إلى المرحلة بتاعت اللي هو الزندقة إلا لمن جو ناس الحلاج وجو استوردوا الفلسفة اليونانية والفلاسفة الفلسفة النصرانية والهندية وغيرها. خلاص هم بعد ذلك جابوا النوع من التصوف الشايفينه الليلة ده. يعني يا شيخ الليلة التصوف كله مزموم، كل الطرق الموجودة الآن هي مزمومة من الأول مزمومة. نعم. لكن في الزم ذاته ما بيختلف. صحيح. وحتى الليلة دي احنا بنلقى ما تصوفية ده ما فيها حلنا نحن. صحيح. بنلقى فيهم نوع من المتصوفة، بتلقى واحد عقيدته كويسة ولك والله نحن ما بنندها الفقراء ولا بندعوهم ولا بنمشي للقبور ولا ده. دي في النهاية ما يقاس عليه، لكن بيقول لك نحن بنحب النبي. صح. ومحبة النبي وكده. صح. لا، دين احنا بنعتبره ده أخذ درجة من التصوف، هي بتضره لكن ضرره ما شديد. صحيح. بخلاف الناس الجو شربوا من العكران التحت بتاع التصوف ده. ودي نحن طبعا الزول ما بجيس، الزول نازل للفرق والجماعات ما بجيس بالأتباع، ما بيبنى على الحكم ده، الناس اللي كتبوا ما بيبنى على الحكم والزعماء. اي نعم. يلا الشيخ، برضو الزول اللي بيلاحظ للحلاج الليلة خمنا سيرته وإعدامه وأقواله، بيلقى فيه تشابه بينه وبين محمود محمد طه الجمهوري. أيوه. معروف الليلة الأيام دي يعني موضوعه زي ما بيقولوا طالع في الساحه وفي الكفر. ايوه. فياريت الدين يعني العلاقه وشنو الرابط بين محمود محمد طه والحلاج. الرابط بيناتهم هو المنهج الباطني والفكر الباطني الفلسفي، ده الرابط بيناتهم الاثنين. والفكر الباطني ده اللي بيسمى بالباطنيه او كفرقه بتسمى بالقرامطه. صحيح. حتى الحلاج لما اعدموه كانوا بينادوا بين الناس انه هذا فكر القرامطه. صحيح. القرامطه ديل ناس بيظهروا الاسلام وبيبطنوا الكفر والالحاد. الاثنين يعني اترقوا
في المنازل بتاعه الزندقه بتاعتهم دي زي بعض. محمود محمد طه بدا باعتباره مفكر اسلامي، مشى قدام محمود ادعى انه عنده رساله وانه هو رسول الرساله الثانيه، مشى قدام ادعى انه هو الانسان الكامل وان الله هو الانسان الكامل، يعني في النهايه ادعى على الالوهيه. نفس المنحة المسلك اللي مشاه الحلاج مشاه الان محمود محمد طه، وبتلقى الاثنين خلفيتهم ورا والدافع اللي دفعهم محمود محمد طه ده بالمناسبه زرعوا الانجليز لما طالعين من البلد دي، هم زرعوا فكر محمود محمد طه عشان يفسد ديننا. كذلك فكر الحلاج بتلقى جذوره ورا هي جذور مجوسيه عشان يفسد الاسلام. فبنفس النمط طريقة الإنشاء بتاعت الفكر الدفاع عنه بتلقاهم بنفس النظام، إنه في النهاية اصطدموا بالحاكم والحاكم أعدمهم، يلا قاموا الناس اللي بدافعوا نفس التبرير سياسي. لكن بيرجع لأقوال الحلاج محمود محمد طاهر لقاها نفس الأقوال. الآن راجع كتاب محمود محمد طاهر رسالة تاني من الصلاة بيقول إن الإنسان يترقى في منازل العبودية حتى يكون هو الله. نفس كلام الحلاج وان الله هو الانسان الكامل، ها نفس الشيء صحيح. يبقى محمود محمد طه ما جاب جديد هي فكره استلبها من التاريخ، فكره الحلاج وعمل بها زوبعه في البلد العربي والناس دي نفس الشيء. وبل اعترف، انا سمعت من في واحده من محاضراته بعضاني سمعت انه بقول انا اخذت كثير من افكاري دي من ابن عربي وابن عربي اعتباره تلميذ الحلاج صحيح. يبقى الفكره واحد على انه الانسان يصير هو الله سبحانه. نعم تعالى الله عن هذا القول. آخر سؤال الشيخ ونختم به إن شاء الله. البلاحظ الآن في الـ في الـ في الـ في وسائل التواصل والشغل الحديث اليوم بيلقى المستشرقين والعلمانيين يعني تبنوا الشخصيات، شخصيات الحلاج وغيره، ولمعوها. نلقى الآن مسرحيات في الدفاع عن الحلاج وكتابات الدفاع عن الحلاج المظلوم ومسلسلات باسم الحلاج. المستشرقين والعلمانيين اليوم تبنيهم تفتكر السبب شنو اللي بيخليهم يتبنوا امثال الحلاج وغيره؟ انا والله مش بعتبرهم يتبنوا، انا بعتبرهم صنعوهم. مش يتبنون بس، هم صنعوهم من الاول. وزي بولس الافسد النصرانيه ديل الان شخصيات زرعوها ودخلوها في الاسلام، بقت تنادي بالإسلام عشان يفسدوا من الداخل، لأنهم أدركوا تماما من خلال بحثهم ومصارعتهم للدين الإسلامي من القديم، أدركوا تماما أن الإسلام لن يعاد ولن يهزم من الخارج. وده مصداق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى يسلط عليهم عدوا، قال لن يسلط على هذه الأمة عدوا من خارجها فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فلا يمكن إفساد الدين الإسلامي إلا من الداخل. صحيح. هم أدركوه. صحيح. يلا بيقوا اصطنعوا شخصيات زي دي، شخصية زي محمود محمد طه، غير من الشخصيات، بل حتى الرموز الكبيرة للأخوان المسلمين، حتى الأخوان المسلمين حسن البنا مين الرموز الكبيرة دي بتلقى إنه في يعني عندهم علاقات وعندهم جذور مع أعداء الإسلام عشان يقدروا في النهاية دارين يصلوا لتغييب وعي المسلمين ويشيلوا منهم القدوات الصحيحه ويحطوا لهم قدوات جديده فاسده، وانه يفسدوا الاسلام من الداخل. الان محمود محمد طه والفكر بتاعه والفكر بتاع الحلاج انت بتلقى فيها هدم لاصول الاسلام كلها، الحجاب، بل محمود محمد طه يقول لك يعني كل الاحكام الوارده في القران المدني ما معانا، ما دارين افراغ الشريعه افراغ الشريعه تماما، لأنه ما نزل من الإسلام في العهد المكي إلا التوحيد والصلاة، بعد ذلك أخلاق عامة وسير وكذا. لكن حقيقة الأحكام والتشريعات والأوامر الضوابط المجتمعية كلها يعني بتمثل روح الشريعة الإسلامية تلقاها في القرآن المدني. فيعني دي نوع من الدسيسة، يعني محاربة الإسلام من الداخل، ده الهدف، محاربة الإسلام من الداخل. ونفس التجربة دي الآن هم دارين يسوقوها تاني من جديد ويغبوا على الناس ما يعرفوا التاريخ عشان يصنعوا لهم انه ديل باعتبار رموز جديدة، رموز إسلامية. أيوة. يبقى في الختام الشيخ دارين رسالة للمسلمين الليلة والشباب
كيف يعرفوا القدوات في التاريخ الإسلامي القدوات الصالحة القدوات الحقيقية، وكيف يعرفوا هؤلاء الضلال اللي يلمعوا اليوم؟ يعني الضلال يلمعوا. والله شوف الناس لو داير تعرف رسالتنا بتكون كالآتي. أول حاجة يعرفوا الإسلام، لأنه أنت لو ما عارف الإسلام حقيقة ممكن أي زول يجي يمثل لك مسرحية يقول لك يا هذا الإسلام، لأن أنت ما عارفه شنو يصنع. فالواجب على الشباب أولا معرفة الإسلام الصحيح من المصادر الصحيحة، من الكتاب، من السنة، من الكتب الموثوقة، صحيح البخاري، كتب الأئمة الأربعة، عقائد الأئمة الأربعة. الزول يدرس يتعلم يعني اللي هو الإسلام على حقيقته وبصورة صافية ونقية. إذا عرفت الإسلام بعد ذاك أنت بيكون عندك آلية وبصيرة، زي ما ربنا قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، بيكون عندك بصيرة تقدر تفرز تعرف الحق من الباطل. طيب بناء على ده الرسالة الثانية بتكون إنه الناس تعرف التاريخ الصحيح. الآن التاريخ ده فيه لعبة كبيرة جدا، وعلم التاريخ أنا في اعتقادي من أعظم ومن أهم العلوم، لأنه الإنسان اللي ما عنده خلفية تاريخية بيتلطش في الحياة دي، حتتلطش. حتى التاريخ المعاصر انت لو ما عندك خلفية عنه هتبقى انت إنسان مبتور، وحتبقى انت بتعيد في تجارب جربها ناس قبالك. فدراسة التاريخ بصورة محققة والتاريخ النقي والصحيح بيخلي الإنسان على بصيرة ودراية. بعد ذاك تاني احداث التاريخ دي ما قاعد تتجدد، بس العبر تاخذ من العبر، وحتى ربنا سبحانه وتعالى القصص في القران لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. صحيح. في الختام يعني نشكر شيخنا واستاذنا ابو بكر على الكلام الجميل والكلام الطيب، ونسال ربنا سبحانه وتعالى انه الناس تكون استفادت من هذه الحلقه ومن هذا اللقاء، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وان شاء الله يتواصل البرنامج مع اساتذه آخرين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.